مركبات عسكرية وطائرات تحت الماء تستقطب هواة الغوص في صيدا جنوب لبنان التي يضم بحرها واحدة من أكبر الحدائق المائية في المنطقة. نحن في طريقنا من ميناء صيدا جنوب لبنان إلى أكبر حديقة مائية تحت البحر في الحوض المتوسط، تقع خلف جزيرة صيدا وتضم عددا من الطائرات والدبابات وناقلات الجند وتشكل مقصدا لهواة السباحة والغطس. حديقة فيها 10 دبابات وآليات عسكرية، فيها 4 طيارات، فيها طيارة مدنية كبيرة، فيها بصين، وبتمتد من غمق عنا من 13 متر ل 30 متر لكل المستويات، اللي بيعمل فري دايف أو اللي بيعمل سكوبا دايف. هيدي الحديقة غيرت واقع بحر صيدا. احنا بنعرف بحر صيدا هو طوله 6 كيلومتر، وعينا من النفايات، من جبل النفايات اللي كان جنوب المدينة ل 30 سنة قاع البحر كان كله نفايات. الحمد لله قدرنا نحن من خلال الحديقة أولا نعمل بجهد إضافي أكثر تنقيم النفايات من قاع البحر، وشلنا أعداد كميات كبيرة، البحر نظف حاله، والمنطقة اللي كانت هي قاحلة وجرداء وما فيها شيء بوجود هالحديقة صارت هلا مرت على الأسماك. كمان بنفس الوقت موعدين نكبر حديقة صيدون كمان، نحط فيها 20 آلية جديدة، بركي إن شاء الله بتصير من أكبر الحدائق بالعالم. حديقة صيدون وجزيرة المدينة المعروفة بزيرة صيدا أطلق عليها اسم مالديف صيدا، تستقطب سنويا عشرات الآلاف من اللبنانيين من كافة المناطق والمغتربين والسياح، ويطالب البيئيون بالمحافظة عليها لتبقى وجهة بيئية وسياحية فريدة من نوعها في العالم. الهدف تبعنا ان شاء الله يعني بالتعاون مع بلدية صيدا وجمعية اصدقاء الزيرة انه نجرب قد ما فينا نعمل من هيدي المنطقة حما لهول المخلوقات البحرية اللي هي عم تجي لعنا لحتى تصير تضلها موجودة وتتكاثر. عامل غاطس برا بتايلاند، سريلانكا، ماليزيا، غاطس هون بعقد. فعلا هي اروع غطسة عاملها، الدبابات، الطحالب، السمك، اللؤز، الفيزيبيليتي تحت المي كتير حلوة. لبنان الذي يعد أحد أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط لجمال شواطئه وطبيعته وغناه بالآثار، يأمل اللبنانيون بموسم سياحي مستقر وواعد رغم الأزمة السياسية القائمة في البلاد والعمليات العسكرية في الجنوب. سارة شحادي، المشهد، صيدا، جنوب لبنان.